قبل ما نبداو هذا الفيديو بغيتك تركز معايا مزيان وما تدوز حتى شي ثانيه، حيت الا دوزتي ثانيه وحده تقدر ما تفهمش الشرح وتدوز عليك كل شيء ويضيع لك الفيديو كامل. فلهذا نقول لك تبع معايا الفيديو من الاول حتى الاخر ويلا نبداو الفيديو ديالنا. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته، كيف حالكم اصدقائي؟ كنتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير. الفيديو ديالنا ديال اليوم هو طريقه ديال الشراء من موقع جوميا واسترداد الاموال اللي هو الكاش باك، وغادي نشرح لكم الموقع ديال لاكي ماروك. فانا كندعوكم قبل ما نبداو الشرح ديالنا باش تبركوا على الزر ديال اللايك، ولا كنتي اول مره كتشاهد الفيديوهات ديالي فما تنساش برك على ديك الزر ديال سبسكرايب وتفعل الجرس باش يوصلك ديما الجديد ديالي حول الربح من الانترنت والربح من اليوتيوب والمعلومات بصفه عامه. فبلا ما نطول عليكم في هذه المقدمه هذه، يلا نبداو الشرح ديالنا. اول حاجه غادي نقوموا بها الاصدقاء ديالي، غادي نمشيو للمتصفح جوجل كروم، غادي نكتبوا لاكي ماروك، كيطلع لنا الموقع هو هذا luckymaroc.com. الطريقه ديال التسجيل اللي هي طريقه سهله وبسيطه، كما كنسجلوا بزاف ديال المواقع كانت انسكريو فقط بالجيميل ديالنا، فبلا ما تنسكريو بالفيسبوك ديالكم حيت الفيسبوك راه يقدر يمشي لكم ولا شي حاجه، ديما الجيميل امين. فكنت انسكريو بالجيميل ديريكت، كنضغطو هنا وكنديرو الجيميل ديالنا تيدخلنا ديريكت، كيحولنا ديريكت للسيت. فاش كندخلو لهنا كنديرو جوجل، كنتكونيكتا بجوجل وكندخلو بالكونت ديالنا ديريكت. هذه هي الطريقه ديال الانسكريبسيو اخواني، يعني ساهله ماشي شي حاجه. فانفو كتانسكري معاهم تيعطيوك 30 درهم. دابا غادي نديرو جوله صغيره في الموقع. هذه البروفايل ديالنا، هنا تيكون الاسم كامل والجيميل باش داخلين، والبورتفوليو هي المحفظه ديالنا. هنا المحفظه ديالنا، انا هنا عندي 48 درهم فاصله المهم هنا هادو العمليات ديال الشراء اللي كنت شريت انا من جوميا، ها هما 30 درهم اللي عطاوني هما بونيس، ها هو ها الكاش باك ديالي اللي خديت من جوميا. هذا المشتري ديالي من علي اكسبريس، خديت عليهم هاد العموله هذه، هاي كل حاجه والقيمه ديالها، داكشي على حساب الكاتيجوري. غنوريكم هنا كيفاش كيحسبوا هما الكاش باك. ندخلوا مثلا نديروا جوميا، ها انتما 4.62 كاش باك تيردوا لكم الاموال ديالكم. اكسسوار ها هما لي كاتيجوري كي كتشوفوا هنا كاملين. هنا عاوتاني موقع علي اكسبريس، هنا 3.6 كاش باك يمكن لك تاخدها، هاهي تا هي. وهاد الموقع ديال البوكين، موقع معروف عالميا، هو دا نيو تشيك، تا هو في 8.8 ديال استرداد الاموال. المهم الموقع سهل وبسيط جدا، كي وريتكم المحفظه وريتكم البروفايل، يعني شي حاجه اللي بسيطه بزاف. الا بغينا نشريو مثلا من جوميا غادي نديرو اشتي مانتونو، غادي ننتظروا واحد شويه الموقع غادي يحولنا ديريكت للموقع ديال جوميا، حيت خصكم تكونوا ديجا نتوما مكونيكتين في الموقع ديال جوميا. انا ديجا مكونيكتي باش كيحولني ديريكت نشري اي لعبه. هنايا اللي شريتها غادي نسردد عليها الاموال دابا، عكس الا دخلتي ديريكت لجوميا. راه الا دخلتي ديريكت لجوميا ما تسالش، خاصك تدخل ضروري من الموقع كي وريتكم، ضروري تجي تدخل لهذا الموقع ديال لاكي ماروك وعاد تضغط على جوميا عاد تشري، باش ما تصيدوش وتقول علاش ما عطاونيش الكاش باك. المهم يمكن لك تشري اي حاجه بغيتيها نتايا. طريقه التسجيل راني موريكم كيفاش تسجلوا في الموقع ديال جوميا، اللي مازال ما شافش ديك الفيديو انا نخليه لكم في نقطه الاي هنا ولا هنا، ودخلوا تفرجوا له ونخليه لكم في الوصف باش تعرفوا الطريقه ديال التسجيل والمسائل. هنا المهم بحال دابا حنا عجبونا هذا الكيسمان بلوتوث 110 درهم عرض رمضان، هذا عرض زوين، هذا راه في غي جوج سوايع دابا هو ساعه، يعني هذا عرض واعر، هذا 110 درهم رخاصين، هذا هما الناس اللي كيبيعهم 124 124.94 127. دابا الموقع ديال جوميا زادوا فيه هاد المسائل ديال التصاور باش كيعطيك اوصاف، كيعطيك بزاف، كيعطيك وصف واعر لداكشي ديالك انت اللي غادي تشريه. مزيان اضافه
المهم بحال دابا حنا غادي نشريو هذا، درنا له اضافات الى عربه التسويق، غادي نمشيو للعربه ديالنا كما ديما. العربه ديالنا هنايا الاجمالي 110 درهم، ها هما غادي يزيدوا علينا 18.40 درهم ديال تكاليف التوصيل. بقاو ديما تشوفوا هنا، ما تحسبوش غير هذاك 110 درهم اصحابكم راه. وبالنسبه للناس اللي كتسولني تيقول لكم واش كل حاجه شريتيها تي خاصك تخلص عليها الترونسبور؟ لا لا، بحال دابا شريتي شي 10 ديال الحوايج درتيهم ولا 5 ولا 6، المهم فوق جوج كتبقى تخلص غير نقول لك 18 درهم فوادو. بحال بحال ليفريتي غير جوج ديال الحوايج وانت راك ليفريتي 10 ولا لا، ولكن ما تشريش كل حاجه بوحدها، جمعهم كلهم في سله وخلصهم باش يمكن لك تستافد من ما تخلصش على كل حاجه الشحن بوحدها. هنا ما كديرش محطه التيقات، الا درتي هنا محطه التيقات خاصك تمشي لعندهم لتما، كتخليها ديما التوصيل الى عنوانك. الشحن البريدي الاقتصادي غير متوفر، هذه عاد زادوها، هذه هي عاد زادوها، يعني اذا يوليو دايرين شي شحن اقتصادي يطيحوا شي شويه من هاد 18 درهم و40 على ما اظن. هذه بديله زوينه من موقع جوميا. المهم الا بغينا نزيدو نكملو نشريو غادي نضغطو على الحفظ والاستمرار. هنا عندنا طريقة الدفع، عندنا الدفع عند الاستلام يستحسن الدفع عن طريق بطاقة الائتمان. ما بقاوش كيشجعوا الدفع عند الاستلام، ما عرفتش علاش، ولاو باغيين يستخدموا البطاقات. يعني هنا ماستر كارد، فيزا ولا سي ام اي يمكن لك تخلص بها. الا بغيتي تخلص بالبطاقة ديالك تدير تأكيد الطلب. الدفع عند الاستلام راني شرحته لكم في الفيديو السابق، اللي مازال ما شافوش يدخل يشوفو. المهم هذا هو المونطون ديالك اللي غادي تخلصو. المهم هنا كدير رقم البطاقه اللي في الامام، تيكون كيتكون من 16 حرف، هنا فوقاش التاريخ ديال البطاقه ديالك، اليوم والسنه والسي في في. اللي ما كيعرفش هاد السي في في فين كيكونوا هاد النوامر، هما ثلاثه ديال الارقام. هاد ثلاثه ديال الارقام كتقلب البطاقه ديالك فيزا او ماستر كارد او سي ام اي، كتلقى واحد ثلاثه ديال النوامرات كتدخلهم هنايا وكدير باي مانتونو، وكتم العمليه ديال الشراء ديالك بنجاح. ومن بعد فاش كتشري المسائل ديالك واي حاجه كدوز لهنا، كدوز ترجع للسيت ديالنا وكتجي للبورتفوليو، كتلقاها تزاد هنايا. غادي تلقى من بعد كتضاف هنا من بعد ما كتتم عمليه الشراء، حتى كتتم عمليه الشراء وكتستلم بالطلب ديالك كدوز هنايا. فاش كدوز هنا من بعد 17 يوم كيمكن لك تصافي، كتولي عندك في الدوموند ديالك هنا. دابا انا هنا انفو غادي نكمل 100 درهم غادي ندير دوموند دو روتري، وباش زوينه كيساعدوك كيعطيوك 30 درهم كتولي كيمكن لك تخرجها. بالنسبه للناس اللي كيشريو بزاف من الانترنت فهذه طريقه زوينه باش يقتصدوا على الفلوس ديالهم. واحد لهنا غادي نكونوا وصلنا الفيديو ديالنا، ما تبخلوش علينا بزاف ديال اللايك وتخليو شي تعليق جميل، وان شاء الله نتشوفوا بحول الله في الحلقه القادمه.